بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم بإذن الله راح نحل مع بعض التمرين الأول اللي جاء في الموضوع الثاني لبكالوريا 2017 الاستثنائية الخاصة بشعبتي رياضيات وتقني رياضي، وهو خاص بالوحدة الخامسة قذف كرة في مسلك نصف دائري. التمرين الأول عليه ربع نقاط. قالك في كامل التمرين انه من قوى الاحتكاك وتأثير الهواء، يعني مكش هذو زوج في لعبة تستهوي الأطفال. نطلعوا شوية هكا باش تبان لنا هكذا، راه يتبان مليح. إذن في لعبة تستهوي الأطفال، قذف لاعب كرة، يعني ها هي الكرة، كرة مضرب صغيرة نعتبرها نقطية، كتلتها أم 45 غرام من النقطة أ كما تلاحظون، لكي تسقط، يعني تطلع هنا دور مع المسلك هذا الدائري تلحق للنقطة دي، لأنه لاحظوا مليح المسلك الدائري هذا، لاحظوا جاي منا كيما راكم تشوفوا، جاي منا يعني من نقطة أ ويطلع هكذا الكرة، هذا كامل مسلك دائري، ها هو عفوا هكذا حتى لهنا، يعني لو كان نجيب كرة، لاحظوا هذه كرة يقذفها اللاعب من أ مثلا، يعني إني كبرتها باش تبان صح، الكرة كي يقذفها تطلع 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 هكا حتى لهنا تطلع، يعني هذا الأخضر كل حاجز، يعني مسلك، يعني هنا مسلك ما يخليهاش تطلع إلى الفوق، كي تلحق للدي تسقط، يعني تسقط وين تجي؟ تجي في الحفرة هذه وين كاين أن، هذا هو نص التمرين، ها؟ يعني التمرين ينقسم إلى جزئين، الحالة الأولى الكرة تذهب من أ حتى السي وطيح، يعني محاولة فاشلة، أما الحالة الثانية تروح من أ وتطلع في المسلك، تطلع تطلع هكذا حتى تلحق وين؟ حتى تلحق للدي، كي تلحق للدي يقول لك يعني شوف اسكو هذه الكرة، يعني هل طيح لهنا ولا طيح لهنا، يعني شحال تكون السرعة، هذا هو يعني التمرين يدور على هذه اللعبة، يعني ها هو قال لك من النقطة أ ها لكي تسقط في الحفرة، يعني في الحفرة عند النقطة أن مرورا بالمواضع بي وسي ودي، مع العلم أن أن يقع على نفس الاستقامة، لاحظ على نفس الاستقامة الأفقية مع الموضعين أ وبي، يعني لهما نفس الاستقامة، أما المسلك بي وسي ودي عبارة كما تلاحظون على نصف دائرة مركزها أو، يعني قطرها أن يساوي 0.50، يعني هنا لاحظوا هذا نصف قطر، هذا نصف قطر متساويين، وهذا نصف قطر كما تلاحظون، يعني إذا كانت الكرة هنا هذا نصف قطر، إذا كانت هنا هذا نصف قطر، صح. نواصل القراءة. إذن حيث دي تنتمي للشاقول المار من بي، يعني دي هي نفسها للشاقول المار من دي. إذن الحالات عندنا، الحالة الأولى يعني الحالة الأولى محاولة فاشلة لم تتجاوز فيها الكرة النقطة سي، يعني الكرة لحقت حتى لهنا النقطة سي وعادت طاحت ما جازتش في المسلك نصف دائري. المطلوب منك هو إيجاد سرعة قذف الكرة عند النقطة أ بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة، يعني التمرين كامل راح يدور بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة. إذن ديروا بوز، وقفوا الفيديو، اقراوا الحالة الثانية، اقراوها، سجلوا المعطيات عندكم جي و ان و ابي، خلاص. اذا نروحوا نجاوبوا على السؤال الاول، وهو الحالة الاولى وهو ايجاد سرعة قذف الكرة عند النقطة ا بتطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة. يعني هنا عايز طلب، يعني هنا عندنا نقطتين، يعني حدها في السي ما ديباساتش، يعني انطلقت من النقطة أ، يعني درتها بالأحمر هكذا وطاحت هنا، هاي النقطة أ حتى للسي، سيب صح، يعني قال لك مبدأ انحفاظ الطاقة هنا راح يكون على يعني هنا رانا في المسودة، يعني يكون أو أ يساوي ماذا؟ يساوي أو سي صح، يعني الطاقة عند أ تساوي الطاقة عند سي صح. إذن هنا أعزائي الطلبة، التغير في الطاقة الحركية يكون بين النقطة أ وبين النقطة سي صح،
وقلنا بلي نعتبر المستوي الأفقي المار من بي اللي راهو هذا يعني يكون هو مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقلية. كيف هذا؟ يعني منا عند هذا المستوى يكون E بي بي يساوي الصفر، نعتبره مرجعا، يعني عند هذا المستوى المار من بي نعتبره مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقلية. يعني هنا لانا تقدر تقول ان او بي بي ا تساوي صفر، او بي 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 تساوي صفر، لكن او بي بي سي ولا في النقاط هذه هناك تكون كور هنا تختلف عن الصفر، متفاهمين؟ وقال لك باللي تتوقف عند النقطة سي، يعني كي تتوقف يعني كي تتوقف يعني تولي لنا ماذا؟ او سي تساوي الصفر. انتبه لي على هذا زوج صوالح، يعني هنا او بي بي ا تساوي الصفر و او سي تساوي الصفر، صح؟ يعني هنا اذا في هذه الحاله اذا اعتبرنا ان الكره وصلت الى سي وما تجاوزتهاش هنا حبست، متفاهمين؟ صح. يعني ثاني عندي حاجه بالنسبه للقوى اللي راهي تخضع لهم الكره، لاحظوا عندي لهنا كي تكون الكره هنا يعني راهي تخضع الى قوه ثقل وتخضع الى قوه رد الفعل تاع المسلك، صح؟ هذه وحده، يعني هنا قوه ثقل وهنا الى قوه رد الفعل تاع المسلك. هنا كذلك اذا كانت الكره راهي متواجده في هذا المستوى مثلا لهنا، هنا نفس الشيء راهي تخضع الى قوتين، الى قوه رد الى قوه الثقل وتخضع الى قوة رد الفعل تاع المسلك، لان هنا الكرة ماشي جات هكا وراحت في الهواء، لا، لان الكرة هنا هذا مسلك، كان نقدروا نقولوك شغل حديد ولا دائري هكذا ولا نحاس ولا كيما تحب، مهم حاجة تخلي الكرة تطلع فيها ومن بعد هنا يخلص المسلك هذاك، تفهمين؟ يعني هنا تكون هنا واش يكون هنا بي ولا هنا ار، ار تكون دائما متجهه يعني الاتجاه ناظمي يعني نحو المركز، ار دائما وين تكون الكره اللي هنا في المسلك هذا تكون متجهه نحو المركز، متفاهمين؟ صح. روحوا نجاوبوا. اذا الحاله الاولى ايجاد سرعه قذف الكره عند اذا قالوا لنا وفق مبدا انحفاظ الطاقه، اذا وفق مبدأ انحفاظ الطاقة يعني راح يكون لدينا كما قلت لكم راح يكون أي الطاقة عند النقطة A تساوي الطاقة عند النقطة C، صح؟ إذن وقلت باللي هنا يكون تغير في الطاقة الحركية بين هذا النقطة A والنقطة سي، صح؟ إذن قلنا باللي نعتبر المستوي الأفقي المار من بي، نكتبوا هذه أي نعتبر المستوي الأفقي المار من بي مرجعا، قلنا مرجعا لحساب الطاقة الكامنة، مرجعا لحساب الطاقة الكامنة الثقلية، صح؟ إذن واش نقول؟ نقولوا باللي E E C A تساوي عفوا زائد E P P A يعني الطاقة الحركية زائد الطاقة الكامنة الثقلية عند النقطة A، لأن EA تساوي EC، EA تساوي ECA زائد EPPA، أي تساوي ماذا؟ تساوي ECC زائد EPPC، صح. وقلنا باللي أي حيث
كنت فهمتكم باللي او بي بي ا او بي بي ا يساوي الصفر و او سي يساوي الصفر. اذا هذه تروح وهذه تروح. اذا واش يبقى لنا؟ يبقى لنا يعني هنا وصلت الكرة الى سي وحبست. اذا ومنه واش يولي لنا؟ يولي لنا او سي A يساوي E P P C صح. أيوة نعوض كل واحدة بالعبارة تاعها. E C A هي نصف M V A مربع يساوي E P P C. العبارة تاع الطاقة الكامنة هي M G H. الH هنا هو ماذا؟ هو نصف القطر. هو ماذا هنا؟ ار. لماذا؟ لان ار هي اش. علاش؟ لو نولوا لهنا للشكل تاعنا، لاحظ منا لهنا مثلا لو نرسموا هذه نصف القطر، ها هي مسي حتى لهنا، هاي منا حتى لهنا ولا منا لهنا كيف كيف يعني. هذه واش هي؟ هذه ار. هذه R يعني تساوي الطول هذا. إذن R هي في نفس الوقت H على العلو تاع المستوى هذا. إذن هنا نختزل M مع M. واش تبقى لنا؟ ونضرب الاثنان في جي R. إذن واش تولي لنا؟ تولي لنا VA VA مربع تساوي اثنان جي R. ومنه احنا طلبوا منا ماذا؟ طلبوا منا ايجاد سرعة قذف الكرة عند ا، يعني في ا في ا تساوي جذر ا 2 جي ار. الان نقوم بالتعويض العددي او التطبيق العددي صح. اذا تولي لنا في ا تساوي جذر 2 جي عطوها لنا 10 والآر 0.5 يعني ما عندنا ما نحوله كما هي صحة. إذن هنا يعني 2 في 10 20، 20 في النصف تولي 10. إذن جذر 10 في الحاسبة هو 3.16 متر على الثانية صح. إذن هذا السؤال يعني الحالة الأولى رانا كملنا معها عليها 0.25 في اثنان. ماهوش مطلوب منك انت انك ترسم الشكل. صح. ثانيا الحالة الثانية يعني هنا محاولة اخرى. هنا بلغت الكرة النقطة دي بسرعة 6.71 متر على الثانية. يعني هنا لحقت دي وين ولات في لي دي تساوي 6.71 متر على الثانية صح. يعني لحقت وين؟ لدي صح. إذن قال لك ما هي قيمة السرعة في أ التي قذف بها اللاعب الكرة؟ يعني هنا اللاعب كي قذف الكرة لهذا المكان لباش لحقت لهن شعال السرعة. كنا شفنا السرعة أ في أ كي لحقت في الحالة الأولى للسي محاولة فاشلة. أما الآن ولات سرعة واحدة أخرى قذفها بها اللعب باش لحقت الكرة حتى وين؟ للنقطة دي. يعني دركا راهي هنايا لحقت هنا النقطة دي صح. إذا نبدأ بسؤال ألف. الحالة الثانية إيجاد سرعة قذف الكرة عند أ. دائما وفق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة. إذن وفق مبدأ انحفاظ الطاقة للجملة كرة يكون صح. إذن هنا العمل
راهو كاين لماذا؟ لاحظوا لو وراها الشكل هنا مثلا، لو جيت قلت لك لهنا في هذا الحالة هنا عمل R، في الحالة الأولى عمل لهنا عمل R يساوي الصفر، أما لهنا كاين عمل، يعني هنا عمل ماذا؟ عمل الثقل، عمل الثقل. إذا راح تكون عندنا أو سي أ زائد عمل الثقل زائد أو سي دي، صح؟ إذا راح تكون لدينا أي أو سي أ زائد عمل الثقل، لأنها راهي في دي، هناك عمل الثقل كاين، تساوي ماذا؟ تساوي أو سي دي، أو سي دي، صح؟ أدب، نعوضوا كل وحدة بالعبارة تاعها، تولينا نصف أم في أ مربع ناقص، ناقص، لماذا؟ إذن هنا عبارة العمل تكون بالناقص، أي أم جي أش، وأش هو ماذا؟ تكون أم جي أش، يعني لاحظ لو نجي للشكل اللي هنا، الأش هو كامل هذا، لاحظوا، أش نديرو بالأزرق، أي بالأزرق، هو كامل منا مثلا حتى لهنا. هذا هو الاش، صح؟ بالنسبة لنا يعني هذه شعال، هذه ار زائد ار، يعني دو زر، لان كاين صعود، عمل الثقل، يعني عكس الثقل، شعاع ثقل، لان هنا راح يكون عندنا، وبعد نشوفوا باللي الثقل وقوة رد الفعل للزوج الاسهم للتحت، متوجهين للتحت. إذا في هذه الحالة لهنا عبارة العمل تكون بالناقص، يعني الناقص ام جي دو زر اللي هو اش، تساوي نصف ام في دي مربع، صح؟ هنا عندنا نحو هذو لي ام مع الام مع الام، وباش نتخلص من هذا الكورسور اللي راهي من تحت نضرب الطرفين في اثنان، لان كنت تضرب بالاثنان هنا في اثنان تولي اثنين على اثنين، هنا تولي لك اثنان، وهنا اثنين على اثنين، صح؟ اذا واش تولي لنا؟ تولي لنا يعني ام راحت واثنين واحد على اثنين راح، تولي تبقى لنا في ا مربع ناقص اثنين، في ا مربع ناقص اثنين جي في 2 R يساوي في دي مربع، لأن النصف هذا كذلك راحت، صح؟ غير بلا، صح؟ إذا نحن طلبوا منا في A، إيجاد سرعة القذف الكرة عند A، يعني في A مربع تساوي ماذا؟ تساوي في دي مربع زائد 4 2 في 2 أي 4 جي R، صح؟ سمحوا لي اليوم راني شوية تعبان، يعني أنا راح غير بالعقل، أنا راح غير بالعقل باش ما نغلط لكم الصح. إذا نواصل، إذا ما في أ مربع وحنا عندنا في أ، صح؟ في أ تساوي جذر أ في، زيد هذا القلم يبلوكيك يزيد يحبس لك راسك، في دي مربع زائد 4 جي ار، صح؟ الان هذه العباره تاع في ا، صح؟ لحد الان عفوا الطريقه مع العباره عندك نصف نقطه. الان ناتي الى التطبيق العددي، التطبيق العددي اي عندنا في ا تساوي جذر في دي مربع، شحال صبناها في دي؟ صبناها 6، عطاوها لنا عفوا 6.71، 6.71 ما ننساوش مربع، احذر ما تنساش، زائد 4 في الجي اللي هي 10، في الار اللي هي النصف، صح؟ إذا
هنا عندنا 4 في 10 40 في النصف 20، يعني 20 زائد 6.71 مربع الكل تحت الجذر، إذا تعطينا اي في ا 8.06 متر على الثانية، هكذا صح. إذا 0.25 هكذا. السؤال بقى لك بين أن عبارة شدة فعل المسلك، يعني شدة فعل المسلك رد الفعل على الكرة عند النقطة دي، تعطى بالعبارة R تساوي M. R مشي مناش في الكهرباء، مشي مقاومة، هذه شد قوة رد الفعل تاع المسلك. M في VA مربع على R ناقص 5G، ثم أحسب قيمته صح. يعني قالنا مبين، يعني نثبت باللي R تساوي كذا. إذا أنت تكتب إثبات أن R تساوي كذا باش ما نضيعوش الوقت. إذا هنا نقوم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن. قبل ما نقوم بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، روحوا إلى الشكل. يعني هنا كما قلت لكم قبيلات، راهي لحقت وين؟ لدي، لحقت لدي، انتبه مليح كي لحقت لدي. واش صرا لهنا؟ عندنا زوج قوى راهم يأثروا هنا في الكور، لأن الكورية راهي في المسلك، يعني ما يخليهاش جوز كي شغل راهي حديدة وداير لها هاك، حديدة مثلا وداير لها هاك ودايرها هكذا. تجيب انت كورة هنا ومن بعد تطلع هنا لحقت لهنا، يعني الحديدة هذيك تمنع الكورة باش تخرج. كي تلحق لدي الكورة تروح، هنا قالوا لنا لحقت لدي صح. عفوا، هنا عند الدي، انتبهوا مليح، عند الدي هذه كاين زوج قوى راهي تأثر، كاين زوج قوى. كاين عندنا قوة ثقل بي، وكاين قوة رد الفعل. نرسمها ثاني بلون واحد اخر باش ما يجوش فوق بعضهم بعض، نرسمهم لهنا. اصبر هكا، قوة رد الفعل مثلا تجي منها هكا، ها هي اللي هي ار، ها هي ار. لاحظ لان قوة رد الفعل هاي هنا هاي هنا هاي هنا، دائما متجهة الى مركز نصف الدائرة. لاحظ انهم في نفس الاتجاه، كي الار كي البي، صح. اذا هنا مادام راهم كاينين قوتين تؤثران على الكورية، الجملة كورية كورة، اذا هنا راح نطبق كما قلت لكم قانون القانون الثاني لنيوتن صح. اذا بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بتطبيق القانون الثاني لنيوتن صح، إذن عندنا مجموع القوى الخارجية تساوي ام ا جي ا، هاي صح، يعني تسارع مركز العطف. إذن شكون هما القوى؟ هي بي زائد ار تساوي ام ا جي صح، شعاع تسارع. إذا نقوم بالإسقاط وفق المحور، شكون؟ دي زاد. لاحظ في الشكل، ها هو المحور، لاحظ أنه أعطاه لك المحور دي إكس ودي زاد، نعتبر أن دي هو مبدأ المحور، أنه راهي في النقطة دي. إذا وفق المحور، إذا بالإسقاط، بالإسقاط وفق المحور دي زاد، دي زاد، أو نقدر نسميه المحور الناظمي، نقدر نقول المحور الناظمي، لأن هاي هذه كا، هاي كا، إذن هو وحدة المحور الناظمي اللي هو حتى لهنا أن، نقدر نقوله أن هنا يعتبر دي زاد، نقدر نقوله أنه محور ناظمي صح. عنديرها بين قوسين، أو المحور الناظمي، أنت دير الإسقاط وفق المحور دي زاد، أنا نفهمك باللي راهو محور ناظمي، ثاني تقدر تقول دي أن صح.
إذن ما دام راهم في نفس الاتجاه، ها كامل دايرين مركز الأرض، وراهم وفق المحور الناظمي أو وفق المحور دي زد في اتجاه تاعو، يعني بي زائد ار، ها زائد ار تساوي ام ان، يعني التسارع الناظمي، التسارع الناظمي. انتبه، صح، عندنا بي هي ام جي، ار خليها كما راهي تساوي ام التسارع الناظمي. كنا شفنا في الدرس هنا عندنا في دي مربع، يعني فهم في دي مربع على ار، تسارع الناظمي هو في دي مربع على ار. هذه كنا بيناها بالتفصيل في الدرس وفي حل تمارين سابقة، صح. إذن اللي هم من هنا هو ار تساوي، إذن هذه الام جي تروح في الجهة الأخرى، إذن ار تساوي ماذا؟ تساوي ام في في دي مربع على ار ناقص ام جي. عندي ام هنا وام هنا، خرجها عامل مشترك، إذن تولي لي ار تساوي ام في في دي مربع على ار ناقص جي، صح. وفي السؤال السابق، في السؤال الف، واش صبنا في ا، لانه ما نطلبوا مني في ا ماشي في دي. اذا لدينا من السؤال السابق، او لدينا سابقا، اي في ا مربع تساوي في دي مربع زائد 4 جي ار، ومنه اي في دي مربع تساوي في ا مربع ناقص 4 جي ار. عوض هذه العباره في ا مربع في بلس في دي مربع لهنا، اذا عاود اكتب هذه لهنا، اذا ار تساوي ام عامل مشترك، من بعد عندنا في دي اللي هي في ا مربع ناقص 4 جي ار، على من؟ على ار، على ار وناقص جي، صح. هذه واحدة. الان هنا نقدر نفكك المقامات، ها نقدر نقوم بتفكيك المقام. اذا ار تساوي ام في في ا مربع على ار، ها ديجا بدات تبان العبارة، صح، ناقص 4 جي ار على ار ناقص جي، صح. اذن ار مع ار راح، اذن ار تساوي ام في في ا مربع على ار ناقص، عندنا 4 جي ناقص جي، اذن ناقص 5 جي، هاي صح. وهذا هو اللي طلبوه مني، ها هو السؤال، هاي ها هو راهي، قال لك ار تساوي ام في في ا مربع على ار ناقص 5 جي، يعني نفس الشيء اللي صبناه احنا لهنا، ها هي امامك، ها وطلبوا منا كذلك قيمه ار، ها قيمه. اذا لهنا في التنقيط كامل العمليه هذه من الاول من تطبيق القانون حتى لهنا، أي 0.25 في 4، ومن بعد هنا الآن نحوشوا على قيمة R، قيمة R مالك إلا تعوض، يعني تطبيق عددي فقط. إذن R تساوي أم عطاوها لنا 45 جرام، يعني 45 نحولها إلى كيلوغرام في 10 قوة ناقص 3، ها R قوة رد الفعل ماشي المقاومة، مانيش في الكهرباء، صح. إذا في في أ كنا صبنا 8.06، إذا مربع على R هي 0.5 وناقص 5 في جي اللي هي 10، هكذا واحسب على روحك، تصيبها تساوي في الحقيقة 3.59. إجابة صحيحة.
في الإجابة النموذجية دايرين 3.6 نيوتن. تكتب 3.6 إلى 10، تدور العدد إلى 10 قوى ناقص 1، ولا 3.59 إلى 10 قوى ناقص 2، إجابة تاعك صحيحة. إذن 0.25 لا أنا عندك. سؤال جيم قال لك بيّن أن فصيلة ارتطام الكرة بالمستوى الأفقي المار بالنقطة A تعطى بالعبارة X تساوي 2 VD في جذر R على G. صح، يعني هنا هذه كيف يسموها، نقدر نقولوا عبارة، قلت عبارة X. درك نشوفوا هنا، لازم لك في هذا التمرين لازم ترسم الشكل عليه 0.25. ها ان هنا لازم تبين لماذا في هذا في جيم هنا لو الكره ما تلحق الى دي، يعني بين العباره، وهنا يعني تقدر تقول ان العباره، تقدر ان الهدف تاعنا هو نبين ان الكره تسقط هنا في الحفره ان، وين النقطه ان. صح، لهنا أعزائي الطلبة الكرة، هاي الكرة هنا تكون خاضعة لقوة واحدة فقط اللي هي بي، هذا مكان خاضعة لقوة واحدة اللي هي بي. وعندنا كذلك الارتفاع منا حتى لهنا هكذا، هذا دو ار، لأن ار هنا يخلص، ها هو، إذن هذا الارتفاع يساوي دو R. صح، إذن هذا الرسم الشكل هذا عليه 0.25. قلت لكم دائما تبع تصحيح النموذج. إذن إثبات أن X تساوي كذا، الآن نقوم بتطبيق قانون ثاني لنيوتن. بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، صح، عندنا أي مجموع القوى الخارجية exterior M يساوي M في A G. صح، إذن عندنا قوة تخضع لقوة واحدة فقط هي P، أي تساوي M A G. صح، انتبه لهنا، عندنا الإسقاط على محورين، عندنا المحور هذا هذه النقطة B فاصات كي كوبيتو، وهذا المحور دي زد والمحور دي اكس. لاحظ راهي بالنسبة للدي اكس بي راهي عمودية عليه، اما بالنسبة للمحور دي زد وين نسقطها نفس الشعاع، يبقى نفس الشعاع، يعني راح يكون بي لهنا بي هكذا ولا بي لهنا ولا هو نفسه، يبقى هو نفس الشعاع راح موازي لدي زد. صح، انتبه بالإسقاط على المحورين، بالإسقاط على المحورين، صح، عندي دي اكس دي اكس و دي زد. صح، انتبه معي هنا، عندي نبدأ منا، عندي هنا بالنسبة لدي اكس بي عمودية على دي اكس، إذن تساوي الصفر، بي تساوي الصفر، يعني هنا بي تساوي الصفر تساوي ام ا اكس. صح، هذه الأولى. بالنسبة لمحور دي زد نسقط هذا العلاقة الشعاعية، تبقى تولي لي بي تساوي ام ا زد. صح، متفاهمين؟ هذا يعني أن ماذا؟ يعني أن دائما صفر يساوي ام ا اكس، و بي اللي تساوي ام جي تساوي ام ا زد. صح، الام تروح مع الام، اي هذا يعني ان مادام لهنا ام في ا اكس تساوي الصفر، اذن الام تختلف عن الصفر في هذه الحالة، الام تختلف عن الصفر. لماذا؟ لأن هذه الكرة عندها كتلة،
إذن الـ AX هو اللي يساوي الصفر، تسارع عند X يساوي الصفر، ها معدومة. وهنا التسارع A زاد يساوي جي، يساوي جي. لاحظ عندما يكون التسارع معدوم أن تكون لدينا حركة مستقيمة منتظمة لا تشفاو في القاذفة، ها وفق المحور او اكس والمحور او زد. هنا درنا دي في بلاستر او، يعني قلنا وفق الحركة وفق المحور او اكس حركة مستقيمة منتظمة، حركة مستقيمة منتظمة صح. اما وفق المحور او زد ولا دي زد عندنا هنا حركة مستقيمة متغيرة بانتظام، حركة مستقيمة. يعني حليت تمارين من قبل بكالوريات وتمارين على القاذفة يعني، ودرناها بالتفصيل يعني في اليوم ما نديروش كل شيء بالتفصيل، يعني متغيرة بانتظام بانتظام دائما هذيك الآن صح. هذه حاجة نأتي إلى هنا، يعني أزاد تساوي صفر، أزاد تساوي ماذا؟ تساوي جي. إذن نقوم بتكامل الطرفين بالنسبة للزمن. إذن نكامل حتى التكامل ما نشرح ندخل في التفاصيل، نكامل الطرفين لأن في الإجابة ما شرح تحط له التفاصيل، قل له غير نكامل الطرفين بالنسبة للزمن وحط الناتج. نكامل الطرفين بالنسبة للزمن صح. يعني هنا عايز الطلبة كاين حاجة هنا، اعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مغادرة الكرة، اعتبار مبدأ الأزمنة هنا يعني تي تساوي الصفر هنا وين راهي دي، ها يعني هنا أعزائي الطلبة تي تساوي الصفر صح. إذن نكتبها باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مغادرة الكرة صح. إذن هنا نكامل هذه يعني في التكامل. لاحظ كنت قلت لكم أن التكامل نكامل التسارع، واش يعطينا؟ يعطينا كي تكامل التسارع يعطيك السرعة، كي تكامل السرعة يعطيك الموضع، يعطيك ماذا؟ يعطيك الموضع صح. إذن هكذا يعتبر تكامل صح. لكن إذا درنا العكس هكذا اشتقاق وهذا اشتقاق، يعني كنت قلت لكم عليه. إذن هنا نكامل التسارع باش نكتب معادلة السرعة، ونكامل السرعة باش نكتب معادلة المسلك عند دي. إذن واش تخرج؟ في إكس هنا تولي لنا أي في إكس، يعني لما إكس منعدم يعني قلت باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مغادرة الكرة، في إكس هي نفسها، هي نفسها في دي صح، تساوي في دي صح. وعندنا في زاد تساوي ماذا؟ تساوي جي تي، وكنا درنا هذا في الدرس وفي حلول التمارين بالتفصيل كيف خرجنا صح. نقوم بمكاملة هذه العلاقتين، أي نكامل ثاني الطرفين، هكا تكون الإجابة تاعك في ورقة الإجابة هكا، ما تدلوش هذيك زائد سي والتكامل لا، هذاك في المسودة ديجا تكون تعرف هذو عارفهم، ما كلها تروح تتكسر راسك تضيع الوقت، لأنهم هذو معروفين يعني كوبي كولي صح. بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن صح. إذن كي نكامل هذو ما ننساوش أن
في دي تساوي يعني في صفر دي تساوي صفر، يعني تي تساوي صفر، يعني كامل التمرير هنا الحل راه مبني عليها باعتبار مبدأ الأزمنة لحظة مغادرة الكرة. يعني هنا تولينا إكس تساوي في دي في تي، و زد تساوي نصف جي تي مربع. إذن هاتي العلاقة الأولى وهذه نسميها إثنى المعادلة الأولى والمعادلة الثانية. يعني هذه واش تمثل؟ تمثل المسلك عند دي، هذه تمثل المسلك عند النقطة دي، صح. إذن نأتي من المعادلة الأولى، من المعادلة الأولى واش نجبد؟ نجبد عبارة تي، من المعادلة رقم واحد، إذن اللي هي أي إكس يساوي في دي في تي، ومنه تي يساوي إكس على في دي، صح. نجي نعوض في المعادلة الثانية بالتعويض في اثنان هي زاد في مكان تي، يعني تولينا أي زاد تساوي نصف جي في إكس على في دي مربع، إكس على في دي مربع، ومنه هذه واش تولينا؟ تولينا زاد تساوي نصف لا نكتبوها شركة، نكتبوها أي جي على اثنان في دي مربع، لأن إكس مربع على في دي مربع في إكس مربع، هكذا صح. إذن هذه واش تحصلنا هنا؟ تحصلنا على عبارة معادلة المسار، عبارة معادلة المسار، صح. هنا أعزائي الطلبة في الشكل اللي رسمناه، عندما ترتطم الكرة في الوضع أ مثلا، صح، يعني عند ارتطام الكرة هنايا ولا هنا، مازال ما عرفناش اسكو جي سوا سوا في الآن ولا هنا ولا، المهم الزاد راح يكون يساوي 2 ار في هذه اللحظة، يكون يساوي 2 ار، صح. إذن عند نقطة الارتطام، عند نقطة الارتطام، صح، إذن هنا راح تكون عندنا زاد يساوي 2 ار، يعني هي راح تكون الارتفاع. الآن نقوم بالتعويض في معادلة المسار، وين راهي معادلة المسار؟ إذن نعوضه في هذه اللي هي معادلة المسار، هاي وراها. إذن بالتعويض في معادلة المسار، لاحظ واش قلنا؟ قلنا زاد تساوي 2 ار، نعوضه هنا زاد ب 2 ار، يعني تولي لنا اي 2 ار تساوي جي على 2 في في دي مربع في اكس مربع، صح. هنا لازم نجبدو اكس مربع، يعني هنا اكس مربع واش تساوي؟ تساوي 2 ار على جي على 2 في دي، هذه ما ديرهاش في ورقة الإجابة هنا، يعني دير مباشرة، لا. يعني تساوي ماذا؟ تساوي 2 ار مضروبة في مقلوب الكسر هذا، يعني مضروبة في 2 في دي مربع على ماذا؟ على جي، أي تساوي 4 في دي مربع في ار على جي، صح. إذن هذه إكس مربع، صح. أما عبارة إكس أي إكس تساوي جذر، لأن إكس مربع تساوي 4 في دي مربع في آر على جي، إذن إكس تساوي 4 في دي مربع في آر على جي، لهنا الأربعة تخرج من تحت الجذر وفي دي مربع تخرج من تحت الجذر، إذن إكس تساوي 2
في دي جذر جذر ماذا؟ ار على جي. هل هي اللي طوها لنا ولا لا؟ لا شوف مليح وين راهي، هاي وين راهي، خرجنا فيها ولا لا؟ لا صح. يعني ودال واش قال لك؟ قال لك هل وفق اللاعب في رميته ام لا، برر اجاباتك. اعطالك المعطيات ان 1 متر و ا بي يساوي 2 متر صح. اذا هنا على هذه العباره عند الارتطام وما نيش عارف واش هنايا عندنا 0.25 في الاثنان، وهنا كي توجد العباره ها هي عليها 0.25. اذا نكمل مع السؤال دال اي توفيق اللاعب في رميته، توفيق اللاعب في رميته يعني هل سقطت الكرة في الحفرة ولا لا، هذا هو المراد حسابه. انتبه، يعني اذا جات الكرة هنا عند مغادرة الدي وطاحت في الحفرة لازم نصيبه المسافة هذه من بي زائد ان، بي ا زائد ان لاحظ ها هما ا بي 2 متر و ان 1 متر، يعني هنا عطاونا 2 متر ولا هنا 1 متر، لازم نصيبوا النتيجه 3 متر، يعني كنعوضوا في اكس عباره اكس نصيبوا 3 متر. انتبه، اذا هنا عندنا اكس تساوي 2 في في دي، في دي طاوها لنا 6.71، جذر ار لي 0.5، وجي عطاوها لنا 10، إذن صبنا 3 متر، 3 متر يعني هذا في التطبيق العددي صح. هنا تقدر دير تطبيق عددي، تطبيق عددي كي تصيب 3 متر هنا عندك 0.25، إذن لهنا صح. لماذا اللاعب لهنا وفق اللاعب؟ اذا واش نقولوا؟ لقد وفق اللاعب في رميته، لقد وفق اللاعب في رميته لماذا؟ لان وقولوا لان اكس يساوي بي ان، بي ان يساوي ماذا؟ البي ان هي بي ا زائد ان، يعني اي يساوي 2 زائد 1 متر ومنه تساوي 3 متر، يعني وصبنا هنا في عباره اكس سواء. اذن عند الكره عند مغادره النقطه دي طاحت في الان، طاحت في الحفره هذه، إذن هنا عندك 0.25. أعزائي الطلبة، إلى أن ألقاكم بإذن الله في بكالوريا آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.